حفظ الجبل يا احمد. اقف يلا. تمام يا فندم. بقولك يا علي، امرني يا فندم. ركز لي في وش الواد ده كده كويس. هو ده يا فندم، هو ده اللي هرب من قوات وقاوم الكمين. ما حصلش، ما حصلش يا باشا، اقسم بالله العلي العظيم. ما انا يا فندم حضرتك اكيد مشبه عليا. انت متاكد ان انت وطلعك من وسط مليار واحد؟ علي امرني يا فندم. البيت دي اللي كانت معاه ساعة الواقعة ولا مش هي؟ ركز. مش فاكر يا فندم. أنا ما كنتش مع حد، أنا أول مرة أشوفه النهاردة. آه يا زبالة يا واطية. لا هي يا باشا اللي كانت معايا، وبالأمارة اسمها هند وساكنة في المعادي. اهدى يالا، وطي صوتك وأنت بتتكلم قدامي. ألو. أيوة يا فندم. حاضر يا فندم. ثواني أبقى قدام ساعتك. اتفضل. ما اسمعش حس حد فيك لحد ما ارجع. مش انت؟ ها ده انا هنفخك. اتفضلوا. اتفضل. 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 الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا. ايه يا حبيبي؟ اتأخرت ليه قوي كده؟ معلش حبيبتي، قبل ما لفيت على زمايلي وديت له كل واحد امانته. وكله تمام؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انك رحت للناس كلها وكله تمام يعني؟ اه رحت لهم كلهم. طيب انت شكلك كده جعان. خمس دقايق هحضر لك العشاء. استني بس. ايه ده؟ انت عامله عشاء ولا ايه؟ لا انا كنت جبته كده من مطعم هنا قريب مننا، بس الاكل هيعجبك قوي. خمس دقايق هحضر لك العشاء. مطعم؟ انا قلت كده برضه. انت هتعملي عشاء؟ انت جننتي؟ انت متصوره ان انا ممكن اوافق انك تسافري مع اصحابك لوحدك؟ وما توافقيش ليه يا ماما؟ هو في ايه؟ هو انا بقيت عيله صغيره؟ على فكره دلوقتي انا عندي 21 سنه، يعني قانونيا في القانون انا مستقله، يعني اقدر اعمل كل اللي انا عايزاه، امضي شيكات، اسحب فلوس من البنك، اتعامل مع بنوك، اعمل اللي انا عايزاه. طب ايه رايك بقى لو عملتي قردة بزديري؟ مش هتسافري يعني مش هتسافري؟ انت بتطلعي بره البيت انا قلبي بيقع في رجليا. يا ماما حرام عليك يا ماما، هو انت حد قال لك ان انا رايحه صيف بقى مع صحابي وانزل الميه واتفسح وكده؟ انا رايحه سفريه شغل، رايحه اوسع الابلاين بتاعي، رايحه مكان تاني جديد غير القاهره ممكن افتح ماركت فيه كده. بقول لك ايه، ما انا اساسا مش فاهمه انت بتعملي ايه يا حبيبتي، وماليش دعوه بكل الكلام ده، احنا الحمد لله مستورين ومش محتاجين فلوس. فلوس؟ هي الفلوس اللي معانا دي يا ماما اصلا انت مسميها فلوس؟ الحمد لله، نبوس ايدينا وش وظهر، عندنا مبلغ كويس في البنك يعيشنا مستورين، وابوكي قبل ما يموت جايب لك شقه في زهراء المعادي 300 متر، ده غير عربيتك اللي كل اصحابك يتمنوا انها تكون عندهم. لا يا ماما مش دي الفلوس اللي انا بتكلم عنها، انا بتكلم عن الفلوس اللي بجد يا ماما، الملايين، الملايين الكتير قوي دي. يا سلام، وانت بقى الانترنت بتاعك ده هو اللي هيخليكي اوبرا وينفري وهيبقى عندك الملايين. اه طبعا، وما يخلينيش كده ليه؟ عارفه انت بتقولي كده ليه يا ماما؟ عشان انت مش فاهمه يعني ايه انترنت انفستمنت. دي حاجه انليميتد، يعني ملهاش حدود يا ماما، وبكره العالم كله هيعيش في عصر اسمه عصر الفيرتشوال رياليتي يا ماما. بتنتي ما تدخلينيش في متاهات انا ماليش دعوه بيها. سفر مفيش سفر، وبعدين انت كل حاجه بتعمليها في البيت، ايه اللي جد يعني؟ الهاتف الذي طلبته غير متاح حالياً،
من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. هو ايه الحكايه بالظبط؟ الاثنين قافلين تليفوناتهم من امبارح ليه؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين بقى هعمل ايه في الاستاف اللي معايا دي لو خلص؟ الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. ايه اللي خضتني؟ قولي خضك قوي كده. عشان سايباك نايم جوه في الاوضه، ابص الاقيك ورايا؟ الظاهر انك خدت على قعده لوحدك. الظاهر كده. تمام. ايه بقى؟ كنت بتكلمي مين؟ دي هند صاحبتي. هند صاحبتك؟ وهند صاحبتك دي تكلميها اول ما تصحي من النوم كده؟ ايه الاهميه يعني؟ ولا حاجه، البنت كانت بس قافله تليفونها من امبارح فكنت عايزه بس اطمن عليها. هات الفطار عشان ننزل. نازل رايح فين؟ البنك. طيب يلا عشان نفطر بقى. حاضر يا فندم، حاضر. مع السلامة يا فندم، مع السلامة. خير يا حسام؟ الحقيقة باشا هو مش خير أبدا. آه عرفت أنت جاي ليه؟ هو إزاي سعادتك النيابة تخلي سبيلهم بالسرعة دي؟ في إيه؟ ما هو أنت ما قدمتش في القضية أي إحراز يا سيادة المقدم. يا باشا أنا قابض على العيال وهي بتقضي مخدرات من التجار، وقابض على العيال معاهم البودرة بتاعتهم. حلو، التجار بقى اللي أنت قبضت عليهم دول كان معاهم مخدرات؟ أمال العيال كانوا بيشتروا من مين سعادة اللواء؟ رد على سؤالي يا حسام. التجار كان معاهم مخدرات؟ يا فندم ما هم الطبيعي جدا ومن المنطق واحنا بنعمل مداهمه وبنضرب عليهم نار عشان نقبض عليهم هيرموا البودره في اي حته في الجبل. خلاص يعني قضيه من غير احراز، تجار من غير مخدرات، قضيه في شنك. يا دوبك العيال اللي هم اتقبض عليهم وهم بيشتروا دول يتعمل لهم قضيه تعاطي. بصراحه يا فندم انا مش قادر اقتنع باللي بيحصل ده، في حاجه غلط. قصدك ايه؟ اقصد ان منطقه السحر والجمال خط احمر، في حد حاميهم يا باشا. بص يا حسام، هات القضية متظبطة ومتقفلة صح وهوري لك هعمل فيهم ايه. على فكرة انا ما عنديش خطوط حمراء، القانون بيمشي على رقبة الكل حتى لو كانوا مين. صباح الخير يا ماما. صباح النور. هو انت خارجه ولا ايه؟ اه طبعا رايحه المستشفى، بعد كده هعدي على ايدها. ايوه بس دي ظروف تخرجي فيها؟ ومالها ظروف بس يا ماما؟ وبعدين هما العيانين ذنبهم ايه بالظروف اللي انا فيها؟ يعني واحد عنده بروتوكول علاج هقول له معلش مش هقدر اعالجك عشان جوزي اتجوز عليا وانا مش في المود؟ ايوه بس انت كده بتتعبي روحك قوي. ما تخافيش عليا يا ماما، بنتك قويه. وبعدين بيني وبينك بقى انا مش شايفه ان انتوا تعطلوا نفسكم خالص انت وهدى وتفضلوا قاعدين معايا هنا. انا كويسه، ارجعوا اسكندريه وانا لو احتجت حاجه هجيلكم. انا كمان محتاجه اغير جو. اهو كلام، ما بناخدش منك غير كلام، لا بتيجي ولا بنشوفك. ليه بس كده يا ماما؟ ما انا خلاص بقيت سنجل، لا بقى ليا جوز ولا لوز. ايه رايك بقى تاني يا راجيه؟ انت لسه مصره على اللي في دماغك؟ انا مش مصدقه يا ماما ان انت لسه بتتكلمي في الموضوع ده لغايه دلوقتي. رائف صباح الخير. صباح الخير يا ركي. أخبارك إيه وإزاي يا أنكل؟ الحمد لله أحسن، بس مش عارف أقول لك إيه والله يا ركي. أنا تايه،
بعدين قلت للدكاتره هناك في المستشفى يجيبوا لي كل الاشعه وكل الحاجات اللي عملها عشان اديها لعم جورج يبعتها لماركو في امريكا او يشوفوا لنا اي حلول جديده. ايوه صح، دي فكره كويسه قوي. بس المهم البوليس لغايه دلوقتي ما عرفش مين اللي عمل كده. لا للاسف ما عرفش. المهم طمنيني عليك، انت عامله ايه؟ انا تمام يا رائد، اديني عايشه. معلش لو فيها تطفل مني، يعني سمعت ان في بينك وبين حسن مشاكل، خير؟ اه فعلا. خير يعني ايه؟ خير، كل اللي يعمله ربنا خير يا رب. يعني لو عايزه اي حاجه انا في ظهرك على طول واقف جنبك. انا متاكده. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. باي باي يا اوسكار. باي باي. جرين، ها؟ جرين، سامع انت وساكت؟ صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. روان البحيري صحفية. ايوه صحفية. وانا حمدي معاها حضرتك. يعني ايه حمدي معاها؟ لا مش اسمي حمدي معاها، انا اسمي حمدي السيد. انا معاها مع ايه عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه؟ لو تسمح لي. انت متخيل ان انتوا هتعملوا حوار دلوقتي؟ الله، انتوا جرام معانا في الشارع يعني؟ فالساعة 9 الصبح نعمل حوار يعني؟ لا امال ايه يعني؟ باشمهندس نتفاهم. طيب مفيش نتفاهم يعني، اظن في خصوصية يعني، صح ولا ايه؟ مش كده؟ ها؟ ما حضرتك اسفين. مالك ومال الكلب فيه ايه؟ لا انا ماليش حاجة. طب اتفضل اتفضل. ماشي يا باشمهندس. اتفضلوا. ماشي. مريان، مريان، تعال يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ ايه كل ده؟ في شويه حاجات بسيطه كده للبيت. اصل فوت على البنك وجبت فلوس، انا ما اعرفش انا صرفت كام اساسا. امسكي بقيت الفلوس في الظرف شيلها لي جوه. تعالي يا حبيبتي عشان اوريك الحاجات اللي انا جبتها. حاضر يا حبيبي، جايلك حالا. ريم، انتي رايحه فين؟ رايحه اقعد مع صحابي شويه. في حاجه؟ لا مفيش حاجه، انا بسالك رايحه فين. خارجه رايحه اقعد مع صحابي في كافيه عشان مخنوقين وعايزين نفك عن نفسنا شويه. الموضوع ده مضايقك؟ لا يا حبيبتي مش متضايقه ولا حاجه، اخرجي زي ما انت عايزه. بس من فضلك اول ما توصلي الكافيه تعملي فيديو كول على طول. اعملك فيديو كول؟ لا بصي يا ماما، انت كده افورتي جامد جدا جدا، ويعني كده كتير، كفايه الخنقه اللي انت معايشاني فيها دي يا ماما. انت ناقص تحطي لي كاميرات تصنت واجهزه تصنت في كل حته. على فكره اصحابي هاريني تريقه ليل نهار بسبب اللي انت بتعمليه ده. حبيبتي اصحابك دول اهاليهم مش عايزينهم، دول صيح. انا بقى ما حلتيش غيرك يا ماما. حرام عليكي بقى، حرام عليكي يا ماما. الخنقه اللي انت مخليني فيها دي انا اتخنقت. ان شاء الله لما تتخطبي وتتجوزي واسلمك كده صخ سليم لجوزك تبقي تعملي ساعتها اللي انت عايزاه. يا نهار اسود يا نهار اسود، هو انا هفضل في الوكسه السوداء اللي انا فيها دي لحد ما اتجوز ولا اتخطب؟ وكسه؟ ده ايه التربيه الهباب دي؟ طب ايه رايك بقى انك مش خارجه؟ والله ممكن تخرجي بس في حاله واحده. ايه بقى؟ هو بس عشان انت تعبتي وحطيتي مكياج واخده ميعاد من اصحابك تقولي لي انا اسفه. اقول لك انا اسفه؟ ايوه. هو ده الموضوع يعني؟ ايوه. طيب انا اسفه. اوكي. ممكن امشي؟ اتفضلي. شكرا. ما تتاخريش. ها سناء لسه فاضل حالات بره؟ فاضل حاله واحده بس، ياسين عبد الرازق.
بس شكله مش كويس. هي دي النيلة، خليه يدخل. حاضر. في ايه؟ مالك يا ياسين؟ انا مش عارف يا دكتورة، انا جسمي كله مكسر ومنمل. طب اقعد اقعد. هو انت عملت في نفسك ايه تاني؟ يا لهوي. السلام. الله يسلمك. انا متشكر جدا يا دكتور. انت عارف انت كنت هتعمل ايه في نفسك؟ كنت هتموت نفسك غصب عني. مفيش حاجه اسمها غصب عنك، في حاجه اسمها اراده. الحمد لله المره دي عدت على خير، بس ما تهيقليش المره الجايه ممكن تعدي. يعني ايه؟ يعني انت لازم تتحجز في المصحه، ومش باختيارك على فكرة، ده بالأمر. إلا بقى إذا كنت أنت بايع نفسك، ده موضوع تاني. عايز تعيش ولا عايز تتكل على الله؟ أعيش طبعا. خلاص يبقى تسمع كده. كدبت نفسي ألف مرة لما لقيت الفلوس ناقصة وأنا بوصل على أخو صاحبي. قلت أكيد هو اللي غلطان. ما مش معقول، مش معقول مريان بنت عز الدين بينا تيم المليونير المعروف هي اللي تسرع. تسرع مين؟ جوزها؟ نير أنت خلاصي خالص! خلاصي ايه؟ هتكدب عليا تاني؟ انا من ساعة ما رجعت وانت بتكدب عليا في كل حاجة. انا من يوم ما جيت وانا شايف واحدة تانية، مش مراتي اللي مستنياني، مراتي حبيبتي. انت مين؟ انت مريان حبيبتي ولا مسخ منها؟ انت مين؟ انت مين؟ على فكرة انت كده زودتها قوي. خلاصي خالص ولا كلمة. ايه؟ فاكرة انك هتحكي عليا تاني؟ فاكرة انك هتكبري عشان تبقى بنت المليونير المعروف اللي الفلوس بتجري تحت رجليكي اللي مش ممكن تسرق؟ انا بس اللي واجعني، وجعني انا مش عارف انا قصرت معاكي في ايه؟ قصرت معاكي في ايه؟ سنين غربه، سنه ورا سنه، ربنا وحده اللي يعلم، ربنا وحده اللي يعلم الواحد كان بيقضي الليل هناك ازاي؟ انا كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشان تعيش هنا ملكه، ملكه! مش عايز احرمك من حاجه عشان ما تحسيش بالحرمان، ما
ماما عصيت ابوك واتجوزتي يعني. انا مش عارف اتجوزتيني ليه؟ عشان تسرقيني؟ اتجوزتيني ليه؟ رد عليا عشان تسرقيني؟ ردي. يا جودة بنت تؤمر، ما انت عارف شعار عز الدين نديم، عيش سيب الناس تعيش. ما انت عارف يا جودة بيه انا كلمتي واحدة خصوصا مع حبايبي. ماشي ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة. يا عم راضي، ايه اللي اخرك قوي كده؟ مساء الخير على معاليك يا فنديتو. انت راجل، انت مش هتبطل تقول لي كلمه افندينا دي. ومالها بس افندينا؟ يعني بتحسسني ان انا راجل اقطاعي راكب الكريته بتاعتي ونازل على الفلاحين بالكرباج. حاشا لله يا غالي، حاشا لله، ده انت الاخلاق والتواضع كله. ماشي يا عم رضا، قول لي بقى ايه الاخبار؟ مالك يا راضي، انت في حاجه عايز تقولها؟ لا تمام سعادتك، كله تمام، الجماعه ظبطوا وبيدعوا لك. طيب تمام، انا كمان جوده بيه كلمني وطمنته. معقول؟ معقول هو محتاج يطمن بقى ده كله؟ هي دي اول مره؟ ما انت عارف بقى الليله يا عم راضي لازم يعمل له شويه دول علشان نتوصل. اكتر من كده؟ لا قول لي، انت عرفت حكاية المستشار سابق؟ طبعا، دي الدنيا كلها مقلوبة على الموضوع ده. تفتكر يا راضي مين اللي ورا الحكاية؟ والله هو ناس كتير بتقول ان عماد وصفي. لا لا لا، عماد لا، عماد ما يعملش كده، على فكرة ده جبان، راجل بيخاف من خياله. عندك حق يا معاليك، عندك حق. طيب انا عايزك يا راضي تعرف لي مين اللي ورا الحكاية، وكمان تبعت بوكيه ورد باسمي المستشار سابق. أوامرك يا أفندين. في يا راضي، مالك شكلك كده عاوز تقول حاجة، قول. والله هو أنا ليا طلب عند سعادتك، ويا ريت ما تكسفنيش فيه. في يا راضي، بتقول وتخلصني. مريهان راضي، اوعى تكون كلمت البنت دي. معقول برضك؟ ده معاليك محلفني على كتاب ربنا. مال بتجيب سيرتها ليه؟ صراحة أنا عايز معاليك تحلني من القسم ده. ليه يا راضي؟ ناوي تكلمها ولا ايه؟ ما هو سعادتك عارف إن أنا اللي مربيها. بصراحة بقى أنا مش عارف أنت إزاي قالت عليك كده. مش عارف ليه؟ مش عارف ليه يا راضي؟ ليه؟ هو أنا برضو اللي خليتها تعصى أبوها وتتجوز من ورايا؟ بتحبه يا فندين؟ بتحبه؟ حب إيه؟ ها؟ حب إيه يا راضي وزفت إيه؟ ماشي خليه ينفعها، بكره تشوفها هتجيني، هتجيني وهي ندبانه، بس للاسف ساعتها بابي هيكون مقفول. يعني مفيش فايده؟ انا مش عايزك تجيب لي سيره البنت دي تاني، فاهم؟ انا خلص ماليش بنات، أنا ماليش غير ابني تامر عز الدين نديم. على فكرة هو لسه صغير، محتاج رعاية مني ومن أمي. يا فندم ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيه، بس برضه يعني الضفر عمره ما يطلع من اللحم. بقول لك يا
هو انت يا اخي كل ما تشوفني رايق ومزاجي مظبط لازم كده تعكن عليا؟ اسمع اسمع يا رجل، انا هقول لك والاخر مره. البنت دي خلاص صفحتها اتقفلت بالنسبه لي. على قد ما كنت بحب البنت دي على قد ما قلبي اتقفل من ناحيتها. يا احنا اتاخرنا قوي. احنا لو قعدنا ساعه كمان صبح هيطلع علينا. يلا قوم 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 معايا. يلا بينا. عامل ايه؟ كنت راجع عشان اشوفها، جيت ما لقيتهاش.